تطبيقات توصيل المطاعم في هذا الزمن قاعدة تربح بشكل جنوني، والمنافسات بينهم شرسة شراسة ما تتخيلونها، ومو بس عندنا في الكويت إنما في العالم كله. فهذه الشركات تتقاتل فيما بينها بمنافسات شرسة جدا للتربع على عرش شركات التوصيل أجمعين. فالحين شركات التوصيل شنو قاموا يسوون؟ كانت شركة بس توصل لك أكل، تالي صارت تقول لا عادي أوصل لك أكل وأدوية. بعدين قالوا لا أدوية وأكل وورود، يلا زينة. وهذا يلا الحين لا بنخليها هم إلكترونيات شوية. ليش؟ لأن كل شركة قاعدة تحاول إنها تكتسح على مجرد فكرة توصيل المنتج للعميل بس، شنو يشتري إحنا نجيب له في البيت اللي هو طالبه. لأنه لما أنت تكون الوسيط ما بين كل الأسوقة والمتسوق، أنت بتربح تحت جميع الظروف، أنت بتدكن فلوس تحت جميع الظروف. فأي بلد لما تنزل فيه تطبيقات توصل الأكل، في البداية تكون شركة شركتين، بعدين يزيدون ويزيدون ويزيدون لين ما تتسم المعالم، يبين من هي أقوى شركتين في هذا البلد أو من هي أقوى ثلاثة شركات. وبعدين كل هذه الشركات الكبرى، إما اثنين أو ثلاثة في أي بلد، تحاول إنها إما تبتلع الشركة اللي ضدها أو تبتلع شركات صغيرة تحتها. فمثلا واحد يسوي له شركة متواضعة، يقول أنا شركتي أوصل بس طلبات معاملات المطبعة. يعني مثلا اتصلت على راعي المطبعة قلت له عندي مثلا معاملة للبطاقة المدنية وكذا كذا، وواحد مثلا ما يعرف الأونلاين، أو مثلا واحد يبي يطبع أوراق، يطبع بس يطبع أورقة، أورقة دراسية ولا إدارة ولا أي شيء. فيقول لي راعي المطبعة عندكم توصيل؟ يقول لا ما عندي توصيل. فيقوم يتعامل مع شركة توصل منتجات الطباعة. هذه الشركة مثلا ربحت سنة ورا سنة ورا سنة، قامت قالت أنا أبعرض نفسي للبيع للشركات اللي يوصلون مطاعم للبيوت الناس، عادي ممكن يبتلعون حقوق شركتي أنا ويطلعوا لها ترخيص، وهذا يمكن ما يمكن، مسموح ما مسموح، خلنا ندرس هذا الموقف. فرضا ادرسوا هذا الموقف وقالوا إيه مسموح، أنا شركة توصيل وجبات مطاعم، ممكن أنا أبتلع شركتك اللي أنت توصل فيها أوراق، تكون أنت للورقيات للكتب، ونوسع هذا المجال، كل شيء فيها أوراق وكتب أنت تكون تطبيق يوصل طلبات الناس للمكتبات لكل ما هو متعلق في الكتب. بدينا أول شيء بس مطبعة، تالي لا صار كل ما هو له علاقة في أي شيء ورقي. إذن بهذه الطريقة تكبر الشركات وتحاول إنها هي اللي تهيمن على كل منافسات التوصيل، كل شيء يتعلق في التوصيل. ففي شركة من الشركات راح توصل لهذا الشيء، يعني مثل حين أمازون عالميا اكتسحت العالم كله، أمازون بشكل جنوني. أمازون شنو؟ كل الملابس توصل، كل الكتب توصل، كل ألعاب الفيديو توصل، كل شيء حتى معدات، يعني باقي بس سيارات أعتقد، قطع سيارات أعتقد توصل، باقي بس سيارة بكبرها تجيبها لك لغاية باب البيت، أعتقد بس الباقي سيارات الحين وبيوصلون، لأن مركبات صغيرة قدروا، يعني مثل سكوتر ولا كذا، أعتقد في المستقبل بالفعل راح يوصلون لمرحلة إن قطارات وباصات وطيارات يجيبونها لك هذه. المهم فالحين نبدأ في موضوعنا بعد هذه المقدمة اللي توضح لك ان المستقبل راح يكون لشركات التوصيل بكل وضوح. طيب انت الحين كعميل، مو عميل لدولة أجنبية، لا عميل يعني انت اللي بتشتري، يعني زبون، يلا انت زبون الحين ودشيت على تطبيق وقلت انا بشتري لي وجبة، شلون توفر فلوسك؟ اول واهم شيء كل طريقة
قانونية صحيحة سليمة توفر فيها واحد فلس سوا، توفر فيها 0.1 سنت سوا كل شيء. ليش؟ لأن هذه شركات التوصيل هي شركات إمبراطوريات، هذه خلاص. فأنت لا تتصور إن مو كل فتات من فاتورتك محسوب عليك، ترى كل شيء محسوب عليك. فشلون انت تقعد توفر باحسن كميه ممكنه؟ من وجهه نظري انك انت اول واهم شيء تبر والديك. اول واهم شيء بريت والديك خلاص. لا رحت للتطبيق، وعاده جميع التطبيقات اللي يوصلون مطاعم فيهم هذه الخاصيه تقول لهم انا بختار نوعيه المطعم اللي ببحث عنه. فقول انا ببحث عن مطعم فيه التوصيل يكون مجاني. شوف بالبدايه شنو اللي في المطعم فيه توصيل مجاني. ليش يكون توصيل مجاني؟ هو اللي يكون قريب لبيتكم. ففي مطاعم كثار تكون هي قريبة للمنزل، طعمها حلو، شغلها نظيف، كل شيء تمام، وحاطت لك توصيل مجاني free delivery. هذه تختارها، اشتغل عليها وشوف انت مطاعم ثانية فيها free delivery. ليش؟ لان عادة المطاعم اللي تقول لك انا عندي توصيل مجاني، هذه ليس دائما ولكن عادة يكون هو في طور البداية ويبي انه يثبت نفسه، ويبي يقول لك لا انا استاهل ترى، وانا مسوي لك توصيل مجاني نوعا ما، ابيك تجرب. فهو يعني مجهد نفسه، هو يبي يثبت لك وجوده. وهذا مطعم يعني من السهل جدا انك انت تتفاهم معه، صار في شيء خطأ ولا شيء يطير قلبه يفز، يقول لا 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 خلني ادلع الزبون. ليه؟ لانه في طور يعني مبكر في مشروعه، او ممكن حتى متاخر جدا، انه خايف على مشروعه، وبالتالي راح يدلع اي زبون يجي. يدلع الزبون يعني عاد الزبون يستغل هذا الموقف ويقعد ينتي شيطان عليه ويكذب. لا مو كذي، لا لا لا، يدلعه بمعنى انت تقول له انك انت تبي كاتشب، يقوم يعطيك كاتشب واجد كذي، تقول له انا ابي الوجبه هذه يعني ابي انك تزهزها، دلع اللي يجيب لك يعني شوك زايد كذي، تقول انا ابي شوك، ابي عود اسنان، ابي هذا معطريات، سوالف هذه كذي. في ستيكر طايح كذي بالمطعم، قام شاله حطه حقي ستيكر عليه مثلا على علم دولة الكويت كذي في فبراير، ولا هذا مال رمضان كريم عيدك مبارك، سوالف هذه كذي. قام يدلعك، يعامل لك ان كنا وجبتك هذه هي وجبة اطفال. ليه؟ لانه هو يبي رضاك وخلاص، هو يبي رضاك وخلاص. ايه اوكي، اي فهو يبي شنو؟ يبي رضاك، ويبي انه يقنعك انه مطعمه احسن مطعم. طبعا مو على هذه التفاصيل بالتحديد، في تفاصيل واجد غير هذه السالفة، بس بتبين معك بتشوف. لأن في بعض المطاعم، البعض وليس الكل، لصار هو راهي متمكن وهو مغتني يعني وصاير شبعان، هني شنو؟ هني البعض وليس الكل يكون عنده شيء من التطنيش. يعني في شغلات انت ما تقدر تشتكي منها. بمعنى ذاك اليوم انا طلبت مطعم وقلت ابي ملح، ايش سوى؟ جاب لي علبه بلاستيكيه صغيره وما سكرها عدل، وطلبت انا يعني كميه، طلبت انا همبرجرتين وبطاطين هالشكل، ما حط اياهم بكياسه مفرقين، لا، في تشيس واحد ضيج صغير وحطهم كلهم فوق بعض، اللي يشيل العلبه
يحس ان كل شيء راح ينكت من الداخل وينعفس. يوم جيت اشيل العلبه اللي فيها البطاط وعليها جبن سايح، الا الجبن السايح من كثر ما هو حار ومن كثر ما الكرتون اللي هو فيه مو اصليه وهشه، صار يوم جيت برفع العلبه ولا طاح البطاط والجبن السايح على كل الوجبات الثانيه وعلى كل القراطيس وعلى كل العلبه. وهذا بتقول عادي يلا جبن وبطاط مو مصيبه، المشكله ان علبه الملح اللي فوق مفولها ملح، علبه بلاستيكيه صغيره. انا يعني شفت فنجان القهوه نفس فنجان القهوه بالضبط بس شكله بلاستيك وفوقه غطا، زين معبيها ملح ومو حاط تيب. يعني اذا انت تجيب علبه وتترسها ملح، علبه مهي للملح، الملح المفروض في اكياس صغار للملح، هذه عاديه هذه ما عندك اياها خلاص، مو تقعد تتصرف تجيب لي علبه صغيره نايلون سوري بلاستيكيه غطاها ما يتسكر عدل وتلقى بين حواف الغطاء اجزاء الملح فما سكر الغطاء عدل. يعني انت تمسك العلبه تمسكها من تحت من فوق هي راح تطيح، فطاح الملح كله على كل الوجبتين البطاط والهامبرجر. وهذا صورت الوجبه قلت له طاح، انت ايش سويت؟ قال سوري 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 وسكر التليفون. بس لا، انت الملح المفروض اجيت تحطه تخليه اما في اكياس او مثل هذا البلاستيك اذا انت متوهق وتحط له زاج، وما تزاحم كل الوجبه في كيس واحد، بس اكرم حط لي كل وجبه كيس خاص لها وبعدين صغار. يعني لا تخيل انه شكوب رمال جمعيه او اللي تحط فيه بيت داخل، لا 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 صغير 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 حيل، يعني بحجم خلينا نقول A4 ورقة A4 تقريبا على شكل ورقة A4 شلون مستطيل، هذا هو الكيس صاير كذي يعني بارتفاع وعرض A4، طبعا مو بالسماكة ولكن بارتفاع يعني بسيط ما يكفي هذه الكمية. والهامبرجر نوعيتها شنو اللي كرتونتها أكبر منها بأضعاف، فكرتون الهامبرجر هم يلخبط هم يخلي الوجبة غصب تطيح. ففي مطاعم لا، لما يكون توصيله مجاني وهو ميت يبي يقنعك يكرمك في أشياء بسيطة ثانية. وجودة الأكل، جودة الأكل تكون أعلى وأكبر وأفضل وأحسن جودة الأكل. ففي مطاعم مثلا، في مطاعم بدون ذكر أسماء، أسماء عالمية عالمية، لما ذقتهم برا الكويت لا غير، عندنا هني ما ادري سافت. وبعدين اجرب فرع بمنطقه وفرع بمنطقه، حتى في الكويت منطقه ومنطقه يفرق سمع الارض. في فرع ما ينوكل ما ينوكل منه، وفي فرع لا والله ولا احنا منه. ايش معناته؟ معناته ماكو اشراف على الجوده وضامن الربح وقايل انه هو براند قوي وخلاص حاط رجل على رجل، والناس يجونه يعني يجونه غصب عنهم، فهو بالنسبه له مرتاح حاط رجل على رجل. وفي مقاهي كثار هالشكل، تلقى مقهى عربي عادي متواضع يطق اكبر براندات امريكا طقهم 10-0، وقيافه وضيافه وسنع وديكور حلو، بس الناس الا يكون اجنبي عموما. ف لو جيت تبي توفر فلوسك اختار اول شيء شوف شن هي المطاعم اللي توصل مجانا، طق في الخيارات انه يوريك المطاعم اللي توصل مجانا. ثاني شغله نصيحه، في تطبيق اشترك في نظام الاشتراك الشهري، لانه يقول لك شنو هني هني في بعض التطبيقات ترى يسوي لك فخ، انه يقول لك اشترك معانا بس ها لجيت تطلب اللي هي خدمة الاشتراك ان التوصيل يصير لك بلاش، انت تستانس تقول انا ادفع مثلا مبلغ بسيط الحين مرة بس بالشهر وراها طول الشهر التوصيل يصير بلاش، الله تستانس. لو تنتبه على التفاصيل اللي هم
هذه يبي لك مجهر. شنو؟ مو كل المطاعم فيهم توصيل مع هذا الاشتراك. هذه أول وأهم نقطة. ثاني والأهم منها، النقطة الثانية هي الأهم من الأولى، إنه الحين أنت اشتركت، قلت أنا اشتركت اشتري لي بس همبرجر من هالمطعم، همبرجر دينار و400 فلس مثلا، دينارين يلا. فلما تجي مثلا كعادتك تكون أنا هذا المطعم اشتري منه همبرجر وبس، خلاص همبرجر واحدة شريتها كفاية. لا، لازم تبلغ النصاب اللي هو ماني قايل. زين، عاد كل تطبيق يفرق السعر. اوكي، ماني قايل عشان ما المح على مطعم على تطبيق معين، خلاص هم كلهم كل واحد له سعره. فانت شوف، انت متعود لجي تطلب من اي مطعم ويكون عليه شعار ان هذا مع الاشتراك، ها انت شايف ان فاتورتك باستمرار الطق فوق مثلا 4 دنانير، اذا انت متعود ان فاتورتك يعني تمشي لغايه هذا المدى، ذيك الساعه اقول حق نفسك خلاص اوكي اشترك في نظام الاشتراك الشهري هذا مالهم خلاص. بس اذا انت ما كنت تشتري الا حق نفسك، تشتري لك وجبه ام دينار، خلاص لا تشترك. لان انت لما تدفع حق هذه الوجبه اللي انت تاكلها ام دينار او ام دينار ونص او دينارين، ها، وتدفع دينار توصيل عليها، عادي يكون نفس ما لو انك انت دافع اشتراك، ما يكون نفس الشيء. الفرق انك انت وفرت رصيدك في دفع الاشتراك. في حاله ان انت عندك اسره واسرتك كلها، انت اللي جيت تطلب من المطعم يعني تطلب وجبات راهيه تقط فيها 10 دنانير كذي، ذيك الساعة بيخدمك سالفة الاشتراك هذا، السالفة هذه بتخدمك في هذا الموقف. لكن إذا تعزوبي شباب وبس تبي لك وجبة قبل تشوف المباراة أم دينار ونص أم دينارين، لا والله النصيحة لا تشترك. حسب ولا جيت تطلب بعد تدلع، حط في الملاحظات قول أعطوني كاتشب، أعطوني مايونيز، أعطوني خردل، أعطوني هذا معطر يد، معقم يد، السوالف هذه، أعطوني شوكة، زين، أعطوني سكينة، أيوة، أعطوني ملعقة. دلع عمرك يا أخي، والله حطهم كلهم، أطلب أطلب كل شوي. شفت الحين طلبت وجبة أم دينار، طلبت لك شباتية كذي، هم قول أبي ملح، أبي فلفل، أبي كرنكسات، أبي ملعق، أبي أشواك، أبي سكاكين، زين كلهم بلاستيك طبعا، شنو نينجا أنت، زين أبي هذا معقم يد، كل اللي يخطر على بالك قولهم. وبعدين أي شيء من حقك، وعلى من حقك أصيد، من حقك، أيوة 70,000 خط أحمر على هذه، أي شيء من حقك ان مثلا ما جاب الوجبة عدل، ناقص شيء انت دافع فلوسه وما جابه، مو تقعد تصور وتبشبش بتويتر، لا كذي تشويه سمعة، لا عيب. قولهم، قول علامكم انتم، انا طالب وجبة مع بطاطا جتني الوجبة بدون بطاطا. هني التطبيق نفسه هو اللي يتفاهم مع المطعم، وبالتالي يعطونك اما تعويض او اي معامله وكذا. فخل معالجتك للمشاكل تكون بشكل قانوني وراقي وسليم. استمتع بحياتك حبيبي، باي.